يعني ما كرهتش انا ندير وليدات، ما كرهتش ان شاء الله، ولكن ما كاينش اللي غادي يتزوج بيا وانا عندي الاعاقه. بصح ما كرهتش تكون عندي صار شي بنيه وليد كبير وتفزني تتنبيه، ما كرهتش طيقتي ما كراسو، ولكن الغالب الله. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة أشبقاء تي في، مرحبا بكم. دائما في إطار تتبعنا الحالات الإنسانية والاجتماعية معنا مريم، كلكم أكيد أو أغلبية منكم غادي عقلوا عليها، كان دست معنا عبر المنبر ديال أشبقاء تي في باش تحكي لنا القصة ديالها اللي بدات نهار خدات جرعة ديال اللقاح اللي كانت عندها 5 سنين. سلام أختي مريم. سلام أختي، أنا سميتي مريم، في عمري 30 سنة، يعني عندي الإعاقة في يديو في رجليا، سبابي البرد ديال الجلبة هي سبابي في الإعاقة ديالي، والحمد لله على كل حال ما بغانيش الله تعالى نمشي على رجليا بحالي بحال كاع الناس الحمد لله. يعني أنا ديجا درت فيديو، ما دخل عندي حتى شي حد. درتي فيديو معانا ياك؟ اه معاكم درت فيديو، ما دخل عندي حتى شي حد، لا لقانا لا حتى شي حاجة، ما دخل عندي حتى شي حد، ما عيط لي حتى شي حد، ما عرفتش علاش. عرفش الناس يعني كيديروا فيديوهات كتدخلوا عندهم كيدعموهم كطلع لي من القناه ديالهم الناس، يعني كنشوف الناس حتى لي انا ما عرفش كيفاش، ما فهمت والو، طيب ما فهمت شي حاجه. شنو باش حسيتي ملي قلتي زعما كاين الناس اللي دازوا معنا تفاعلوا معاهم، وحدين اخرين ناس اخرين او محسنين، انت ما تفاعل معك حتى شي واحد لا في القناه ديالك لا ماديا لا معنويا لا حتى شي حاجه؟ لا ما تساون معايا حتى شي واحد والو، ما عرفتش علاش، ما جاوش حنا حكروني حيت عندي الإعاقة، ما طلعوش عندي القناة ديالي، كيقولوا هذوك والو ما عرفتش. دابا أنت كتحسي بأن حيت عندك الإعاقة داكشي علاش ما دخلش عندك حتى شي واحد القناة؟ آه بحال هكا كنقول ليني ما عرفتش علاش حكروني ما طلعوش عندي القناة ديالي، ما يخصي ما عرفتش. أنت اليوم تتعيشي قلتي لي مع الأخت ديالك مزوجة وياك وعندها وليدات؟ آه خصي مزوجة وعندها وليد، آه أنا جالسة معاها. أختك خدامة؟ لا ما خدامه ما درتش حاجه. دابا انت كتحتاجي الرعايه اولا بعدا ابار الحاجات الماديه نخليهم ابار، اليوم انت يعني كتحتاجي الرعايه في الدار كيعاونك، عاودي لنا على المشاكل الصحيه اللي كتعاني منها لان الكرسي كيضرك في ظهرك. اه يعني دابا الا خرجت بزاف بقيت كنضرب الكرسي بزاف كيضرني في ظهري الكرسي. انت كضطري تخرجي اليوم؟ اه اضطريت نخرج، يعني انا اضطريت نخرج باش نجي للسونطال ديال المدينه، لانش خاصني ندبر شويه الفلوس باش نبيع كنينيك، ندبر شويه الفلوس لانش ما عندي حتى شي مدخول باش غادي نشري الدواء ولا باش غادي ما عندي حتى شي مدخول. شحال تخرجي من نهار في السيمانه؟ الا خرجت كنخرج مره في السيمانه جوج المرات في السيمانه، ما تنقدرش نخرج كل مره، ما تنقدرش نعيا، كيضرني الكرسي كيضرني في داري كيضرني. شنو كتحلم اليوم مريم؟ شنو كتحلم انها توصل ليه؟ شنو الحلم ديالك؟ يعني ما كرهتش انا ندير وليدات، ما كرهتش ان شاء الله، ولكن ما كاينش اللي غادي يتزوج بيا وانا عندي الاعاقه. علاش؟ شفنا بزاف الناس. اه كاينين كنشوفهم في اليوتيوب يعني عندهم الاعاقه وتزوجوا وولدوا، يعني كاين اللي لقات شي ولد الناس، وين انا محلقه انا ما دخلوا عندي حتى لقانا بقى غير تيتزوجوا بيا. ما تقوليش هكاك ان شاء الله، إيه يعني يجي شي واحد ولد الناس علاش لا، لكن انت راضيه باي واحد المهم ويكون معقول. هذاك الشيء اللي كان غير المعقول وصافي، غير المعقول ويتسلى فيا، وهذاك الشيء اللي بغيت انا. مريم كيفاش كتشوف اليوم الفارس الاحلام ديالك؟ اه كيفاش كتشوفي الفارس الاحلام ديالك؟
ما كرهتش انا شي ولد الناس نعيش مع تاعنا اللي بقى لي في عمري. حيت كتشوفي راسك وليدي كما شرحتي لي شرحت لينا مريم انا الوالدين ديالها كبار كبار كبارين في اللاج وهذا، فاضطرت انها تمشي للدار ديال اختها رغم انها مزوجه وعندها مسؤوليه ديال الوليدات وديال الزوج ومخدماش، فاضطرت انها تمشي عند اختها ربما تقابلها غير واحد شويه. اليوم مريم حتى هي بحال جميع البنات في السن ديالها كتطمح انها وكتحلم انها يكون عندها فارس احلام ربما باش تكون عائله تكون اسره، ملي تكبر تلقى شي واحد اللي معاها يونسها كيف كنقولوا ياك. اختي بصح ما كانش تكون عندي صار شي بنيه وليت كبير وتفزنيت تنبيه ما كرهتش يا اختي ما كرهتش، ولكن الغالب الله كتشوفي في الانترنت يعني بزاف الناس كنشوف هذيك فاطمه الزهراء عندها غير وحده مزوجه ولدات وليات وعاود حامله عاود ثاني ما كرهتش انا نكون بلاصه، ولكن الله غالب ان شاء الله. وجي النداء ديالك اليوم اني النداء ديالي الناس وما ما كرهتش ولد الناس ما كرهتش يعني الحلم ديالي تاعنا تكون عندي جبنيه وهذا ويدخلوا عندي القناه ديالي ويدعموني الله يسهل عليهم. راه تاعنا خصكم في الاسلام دخلوا عندي القناه ديالي ودعموني، هذو الحاجه الوحيده اللي بغيت دخلوا عندي القناه ديالي. شنو المحتوى اللي ستقدمي شنو غتوعديهم؟ شنو المحتوى اللي تتقدمي شنو توعدي للناس في القناه ديالك شنو يدخلوا يشوفوا؟ يعني انا اليوميات كندير غير يوميات انا واختي بحال هكا كيفاش كتهتم بيا كيفاش كتهتم بيا في الدار كيفاش كتهزني كيفاش هادية صافي هادشي ما كاين صح نتزوج وندير انا وراجلي. ايه ان شاء الله ديري قناه انت والزوج ديالك. كيف سمعتوا مريم اليوم هي كتحلم انها تزوج، فمن هنايا كنوجه نداء لاي واحد ناوي الحلال علاش لا تعاوني هي وياه ياك تكوني اسره نديروا لكم شي عرس اسطوري. ما كرهتش طلعي في العماريه ما كرهتش ان شاء الله ان شاء الله اختي الله يحفظك ان شاء الله. غادي تعرضي علينا العرس ياك مريم ضروري وحنا اكيد غادي نحضروا معك ضروري تولولي الله يخليك. القناه ديالي يوميات مريم مع سميره يوميات مريم مع سميره سميره يوميات مريم مع سميره مريم عند سميره يوميات مريم عند سميره. كنتمنى الناس يدخلوا عندي القناه ديالي ويدعموني الله يسهل عليهم الله يجزيهم بخير وبسلامه عليكم وتسمحوا لي بزاف. مشاهدي الكرام كيف ما سمعتوا اخت مريم اليوم محتاجه الدعم ديالكم، دخلوا عندها القناه يوميات مريم عند سميره وربما علاش لا الا كاين شي ولد الناس الحلال ناوي الحلال هي كتطمح وكتحلم بحال جميع الفتيات اللي في السن ديالها انها تكون اسره ويكون عندها زوج لمالا. حنا كنشكرك اختي مريم لانك شاركتي معنا القصه ديالك وانا متاكده ان الناس غادي يتفاعلوا معك. شكرا وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا اشرف عوينه لنا صوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.